مرة الكاتب والروائي الساخر جورج برنارد شو دعا وينستون تشرشل على أحد مسرحياته. كتب بالدعوة دعوة مؤلفة من بطاقتين لليلة الأولى من مسرحيتي الجديدة، فيك تجيب معك صديقك إذا كان عندك صديق. رد عليه تشرشل بالرسالة: ما رح أقدر أحضر الليلة الأولى، لكن رح أحضر الليلة الثانية إذا كان في ليلة ثانية. بهالمثل منلاقي رد قوي على محاولة إهانة مبطنة. كتير من الأحيان منواجه مواقف تحتاج إلى رد مفحم على الشخص المقابل، بس للأسف منلاقي حالنا عم نرد بطريقة غير مناسبة. منحس بإحراج من قوة تأثير هالكلام علينا، ومنصير بوقت لاحق منقول يا ريتني جاوبت بهالطريقة، يا ريت في عيد الموقف لرد الصعصع عين وجاوبه بطريقة ذكية مهذبة وباردة لرجع اعتباري أطلع المنتصر بهالمواجهة. فعليا في 5 طرق أساسية للرد الساحر، كل طريقة تستخدمها حسب الحالة حسب الشخص يلي أمامك. بهالفيديو رح نعرف كيف وبأي حالات تعمل هالطرق لترد فيها على أي شخص يحاول يهينك أو يجرح مشاعرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد عيتاني بفيديو جديد. محاولة الإهانة لها أسباب عديدة، منها الغيرة، الحقد، الكره، حتى أحيانا السبب يكون إنه الحياة بتقسى على الشخص وبتحوله لإنسان كاره لكل المجتمع. فيجب إنه نتعامل مع كل شخص بطريقة خاصة. الطريقة الأولى تستخدم بحالات محددة وهي الصمت. عادة أسلوب الصمت يستخدم مع الشخص يلي أدنى منك مكان، إن كان بسلم العمل أو بالمكان الاجتماعي، لأن بمحاولته لإهانتك يكون عم يجرب يرفع من نفسه حتى يتساوى معك. دكتور سام أليكس جامعة هارفارد بيقول: الصمت يعتبر أقوى مدمر للشخص المقابل، لأن الصمت ممكن يعني أي شيء وممكن أن يعني لا شيء. بالحالتين الشخص يلي أمامك بيكون ضايع بتفسيرات ما إلها نهاية، ما بيقدر يوصل معك لأي نتيجة، سواء هالشخص كان ناطر منك رد على سؤال محرج أو ردة فعل على إهانة وجه لك هي، أو حتى أي طلب يقصد منه انه يقلل من قيمتك امام الاخرين. فدائما بهيك حالة تذكر المقولة الشهيرة: الجدال مع الاحمق يثبت انه يوجد احمقين في الغرفة. الصمت مع هيدا الشخص يعني عدم التأثير، وبيترك بعقله مجال لتأويلات عديدة. بصير بفكر: شو يعني؟ شو حس؟ هل تأثر من اهانتي اساسا؟ شو لازم اعمل هلا؟ كل هالاسئلة بتكون عم بتدور بعقله واكثر. فالصمت طريقة جميلة وراقية بالرد، لكن مش دايما بنقدر نصمت سيطر على مشاعرنا، لأن أحيانا الإهانة بتكون مؤثرة أكثر علينا وبنحس برغبة قوية بالرد. فهون لازم نلجأ لطريقة بتخلينا نفرغ هيدي الرغبة يلي جواتنا، وبنفس الوقت بنخرج منتصرين بردنا يلي هي طريقة الرد اللامبالي. بمسرحية سيغانو دي بورجاك للكاتب الفرنسي الشهير إدمو غوستا، بيتعمد فاليفير يلي هو شخصية داخل المسرحية إنه يهين سيغانو، شخصية أخرى بنفس المسرحية. صار فاليفير يقول له: أنفك كبير. هون سيغانو برد عليه: هيدا كل شي عندك، أنفي كبير، ما عندك حتى إبداع بالإهانة. فبيتوتر وبيبلش يحتقن ويجرب يألف إهانات أكبر وأسوأ. فصار يقول له: انتبه شي مرة يختل توازنك وتقلب على الأرض بسبب حجم أنفك. وسيغانو يرد: لا لا لا، إهانات مش على قد المستوى، فيك تعطي أكتر. فبيحمر وجهه، بيعلى صوته. بآخر المشهد بيوقع فاليفير على الأرض من الحقد وعدم القدرة على إيجاد إهانة مؤثرة. مخرج هالمسرحية كان عم يفرجينا كيف ممكن بطريقة سهلة جدا انه نتعامل مع اي شخص بيقصد اهانتنا من خلال التهكم او السخرية. المشهد ولو انه جزء من مسرحية الا انه واقع 100% وبينطبق على حياتنا اليومية بشكل دقيق. الشخص الواثق من نفسه يعرف تماما قدراته وانجازاته، وبيقدر يميز بين الصح والخطأ. فاذا لقى حاله مضطر يجاوب بيقدر يرد بلا مبالاة. طريقة الرد اللامبالي عادة تستخدم مع شخص ما بهمك أمر العلاقة معه، ممكن يكون منافسك أو أي شخص غريب عنك، لذلك ما فيك تستخدمها مع شخص تربطك علاقة قوية معه، لأنه ممكن تتأذى هالعلاقة. لكن الطريقة الثالثة بالرد فجميلة وتستخدم لتمكين العلاقة مع الشخص المقابل، يلي هي الرد بالفكاهة والنكتة. أحيانا الشخص المقابل ما بيكون قصده يهينك، لكن بيكون مزاحه ثقيل معك نوعا ما. الممثلة والكاتبة الأمريكية إيلكا تشيس كتبت مرة رواية، فبيوم
اجت صديقتها لعندها عم تمزح معها وقالت لها كثير حبيت روايتك، مين كتب لك اياها؟ ردت تشيز شكرا كثير انبسطت ان الروايه عجبتك، مين قرا لك اياها؟ الفكاهه والمرح بالرد تخليك تحول الموقف لصالحك وترد بطريقه تتناسب مع مكانتك وقيمتك عند الشخص المقابل. فهالطريقه لها 3 فوائد فعاله، يلي هن انه بتفرج المهين انك مساوي لإله خاصه بعلاقات الصداقه، وبتمكن العلاقه اكثر معه لما تفرجيه انك لا افضل منه ولا هو ادنى منك مكانه، وبتبدد الضغط والتوتر الموجود داخل الموقف، وبالتالي تقطع الطريق على اي مشاكل انت بغنى عنها. اكثر من هيك، لما تكون بهالوضع فيك تضيف انت على الاهانه اهانات زياده على نفسك من باب الفكاهه لتحسس المهين انه مقصر معك بالاهانه اصلا. مثلا بحال صديقتك اجت على البيت ووجهت لك ملاحظه، ليش هالقد شغلك سيء بتنظيف البيت؟ ممكن تردي وتقولي بعد ما شفت شيء، كيف لو بتشوفي كيف بكوي الملابس؟ رح تترحمي على تنظيف البيت اصلا. هون المشاعر السلبيه عند المهين رح تتحول لمشاعر وديه، رح تكسبه لطرفك وتعطل الاهانه. فكاهه بتقرب الاشخاص من القلب باغلب انواع المواقف، ورح تكسب من خلالها ود الكثير. اما الطريقه الرابعه فتستخدم لارباك المهين، وهي استعمال كلمه شكرا. الشكر عند الإهانة بيعطيك 3 فوائد بنفس الوقت. فكلمة شكرا تعني رد الفعل البارد والادعاء انك ما استوعبت الإهانة وإلغاء نشوة الانتصار عند المهين. لما تشكر الشخص المقابل على ملاحظة انت بتعرف 100% انه القصد منها الإهانة مش النصح، هون بتكون عم تثبت له قديش هو انسان سلبي، بنفس الوقت عم تحطم له كبرياءه وتخليه يفقد الشعور بنشوة الانتصار. حلو باستعمال كلمة شكرا انه إلها معاني كتير، مثل الإيجابية بتقبل النقد ودليل على الثقة العالية بالنفس. فلما تقول شكرا على النصيحة، شكرا على المعلومة، شكرا كتير فتني بملاحظاتك، كل هالكلمات بتحول الموقف من سلبي إلى إيجابي، وبذات الوقت بتحطه بحالة من الإرباك وعدم الاتزان. أما الطريقة الخامسة فتستخدم مع الأشخاص النرجسيين يلي عندهم سلطة عليك وما فيك تواجههم بشكل مباشر، فبتضطر إنك تستخدم الرد بطريقة غير مباشرة، ويلي هي طريقة الهجم المعاكسي. لما شخص سيء عنده سلطة عليك ويوجه لك إهانة، فيك تردله هالإهانة كأنك عم تحكي عن نفسك. كيف؟ مثلا تخيل لما مديرك يقلك أنت سيء بفنون الإلقاء، تقدر تقله معك حق، كنت ناطر منك هيك تعليق، حتى أني حاسس أن لغة الفصحى سيئة، وقفتي ركيكي ونظراتي تجاه الناس متقطعة، حتى أني شايف أني ما بعرف اختار ملابسي. أنت هيك بتكون عم بتوجه له إهانة أمام مسمع الجميع، والكل عارف انك عم تهينه لانه بيعرفوا انه هول الصفات يلي ذكرتها هي موجودة فيه، وحتى لو هو لاحظ انك عم تهينه ما بيقدر يعمل لك شيء لانه بيكون فعليا محرج امام الجميع. فلح يحتار ويدور برأسه 1000 سؤال، ببساطة لانك رميت الكرة بملعبه وعملت عليه هجمة معاكسة حتى بدون ما تبين له هالشي ابدا. لازم نعرف انه الناس اللي بتتعمد اهانة الاشخاص ان في الاغلب ناس عندهم مشاكل نفسية معينة، يمكن بسبب ظروف أو حوادث قللت ثقتهم بنفسهم، أو حتى انتقادات من المجتمع خلتهم يصيروا عدائيين مع الآخرين. فلازم تحط ببالك دائما أنه الشخص يلي عم بيحاول يهينك هو شخص يستحق الشفقة منك وليس الانتقام. ولما توصل لهالمرحلة من السلام الداخلي والتصالح مع نفسك، بصير الرد عندك تلقائي وساحق. هالشي بيعني أنه التصرف الأفضل هو عدم التفاعل بسلبية وغضب مع هالشخص لتقدر تتعامل مع الموقف بذكاء، لأن الغضب عند الإهانة يعني أنك خسرت المواجهة وأنه إهانته أثرت فيك وهو يلي خرج منتصر. وبالنهاية حط ببالك دائما أنه المهين مثل كتيب الاستعمار، كل الناس رح تتجاهله. سلام.